هم خطاب الصلح والمحبة الحقيقي لا يحسنونه. تعرفوا لماذا؟ لأن العامة ضريت أيها الإخوة، ضريت، صار عندهم زي ضراوة القاتل، ضريت على التكريه، يحبون الخطاب المكرر المزلزل. العامة تحب هذا، العامة تحب دائما أن تشعرها بالتميز، أنكم أحسن الناس، أصبح الوجوه ما شاء الله تتلألأ بالإيمان، أنتم الإيمان وحدكم فقط، البقية كلهم زنادقة كفار، أنتم أولى بالله وبالرسول فقط، غيركم لا حظ له عند الله ولا من رسول الله. العامة تحب هذا، لا تحب من يقول لها أنت مسلم وأخوك مسلم أيضا، دعه في حاله، بالله دعه في حاله، لا تزعجه، لا تقلقه يا أخي، وأخوك مسلم على طريقته، سواء كان إماميا زيديا إباضيا وهابيا أشعريا أيا يكن، من 1400 سنة، مش اليوم، مش مبارح، مش من أيام ثورة الخميني كذا، من 1400 سنة هم كذلك. ما الذي جد يا أخي؟ اترك الناس في حالها، اترك البشر في حالهم، لا، لا يحبون هذا الخطاب، يحبون يقول لهم اذهب تسور عليهم، فجر نفسك، اقتلهم، تذهب، الحرية تنتظرك، تنتظرك جهنم بإذن الله، والله ما في إلا جهنم، وحاشا لله، حاشا لله، تقتل هرة أنت تذهب إلى جهنم، تقتل موحدين وأبرياء من غير مسلمين أيضا تذهب إلى الجنة، ليش؟ فأي دين هذا؟ فأي دين؟ يبدو أن معادلتك ورهانك أنك تريد أيضا أن تكفر من بقي من الشباب الحر الواعي العاقل الذكي المثقف لديه بقية مسكة يتمسك بها بهذا الدين، يبدو أن رهانك تريد أن تجعله كافرا، أن تضطره إلى أن يكفر بهذا الدين، تقول له أقرب طريق إلى الجنة والحور العين أقرب طريق، طريق الانتحار، طريق التفجير، قتل الأبرياء، وقتل بالجملة طبعا، بالجملة، هو لا يدري من سيموت، يموت من يموت، صغار، طب في صغار غير مكلفين، قال لك هم منهم، عندهم فتاوى أحاديث غريبة عجيبة، هم منهم، الصغير هو منهم، كافر ابن كافر، كافرة بنت كافرة، يقتلوا جميعاً.